اوكي اذا نطلع هلا هون قبل بس ادخل على الفازي كنترولر في عندنا كم من اشي ثاني لازم نطلع عليه. طبعا عندي هون انا جايب الايرور هاي هون هذه واضحه اللي هو الايرور ايش اللي انا بدي اتحكم فيه. طب كيف بعرف انه هذه هي اتش اوف تي؟ ايش لازم اعمل؟ كيف انا بعرف انه هاي اتش اوف تي مش هاي اتش اوف تي ومش هاي اتش اوف تي؟ اندر ماسك. وي هاف تو لوك اندر ذا ماسك. واندر ماسك رح يكون مسميهم رح يسمي هذا حتى هو مرات انت لما تعمل كرييت للسب سيستم تبعك الاحسن ببين معك مباشره هاي الاسم اللي سميته ببين معك هون. بعرفش ليش هون مش مبين بس انت لما تعمل كرييت ماسك كرييت سب سيستم رح يسمي اول شيء رح يحط له 1 2 3 بعدين تقدر تدخل على تحت الماسك وتغير الاسم وبتسميه فبيبين هذا انه اتش وهذا مثلا اوتبوت فلو وهذا اوتبوت فلو اظن انه هذا وهذا السنسر اظن هذا اظن السنسر اللي هو الاوفر فلو سنسر. كمان عندنا ايش هون مدخلين ايش تتوقعوا هاي السيجنال جنريتر؟ متذكرين ايش طلب بال اذا نفحص السيستم اللي هو الديزايرد فاليو. فهذا راح يكون عباره عن سكوير ويف. سكوير ويف تتغير ما بين 0 و 1 فاذا بنطلع عليها هون راح تلاقيها بتتغير الامبليتيود ما بين 0.5 عفوا من 0 ل 0.5 كل قديش؟ قديش الفريكونسي؟ 0.1 ايش هاي 0.1 ايش؟ 0.1 هرتز معناها اذا البيريود قديش؟ 10 اذا كل 5 سكند راح تتغير قيمتها بلس وماينس فريكونسي والله راديانس بير سكند صحيح كلامك انا ما انتبهتش المهم كان نغيرها احنا نحطها هرتز زي ما بدنا ماشي بصير بصير نحطها عفوا هون راديانس بير سكند صحيح وراح تتغير القيمه بين قديش؟ بين 0 و 0.5 بس هي ايش مضاف لها برا؟ مضاف لها واحد فواحد زائد 0.5 ايش راح تصير 1.5 و0 زائد 0.5 ايش عفوا 0 زائد 1 راح تصير تتغير ما بين 1 1 ونص المفروض هي بين نص و1 ونص ولا هاي السكوير ويف هاي سكوير ويف احتمال انها بلس 0.5 وماينس 0.5 فهيك راح يصير يتغير الاوتبوت ما بين 0.5 و1.5 اوكي 1 ماينس 0.5 تعطيني 0.5 واحد بلس 0.5 راح تعطيني 1.5 زين هاي سكوير ويف سيمتريكال مش من 0 ل 0.5 هاي بلس 0.5 وماينس 0.5 وهذه سكوير ويف اذا هاي راح تعطيني ايش هذا الفاليو صفى اللي موجود هون اذا ايش راح نسميه هذا هو الريفرنس او الديزايرد فاليو عم بدخل فيه ستيب فانكشنز طرحنا منه راح نطرح منه الاكتوال فاليو فهذا صار هون الاكتوال فاليو اذا بدك تسميه تقدر تسمي الاكتوال فاليو او تسميه الهايت هون راح يعطيني هون صار عندي الايرور الايرور راح يدخل معي على الفازي لوجيك كنترولر وبعدين راح تشوفوا راح نحتاج ندخل الديريفيتيف اوف ذا اوتبوت لاحظوا هذا الديريفيتيف اوف ذا اوتبوت مش الديريفيتيف اوف ذا ايرور الديريفيتيف تبع الاوتبوت اذا كان بوزيتيف شو يعني الاوتبوت ايش انكريسينج واذا كان نيجاتيف الاوتبوت ديكريسينج بس راح تشوفوا احنا هون عاملين عليه ليميتيشن هارد ليميتيشن فهذه هون هارد ليميتس مش سامحين للفاليو يتغير اكثر من بلس 0.1 وماينس 0.1 وهذه بناخذها بعين الاعتبار لما نكتب الرولز هناك. ضل عندنا ما ضلش عندنا شيء ثاني هلا البي اي دي كنترولر هو ستاندرد بي اي دي كنترولر راح نقدر نحط هون البروبورشنال والانتجرال والديريفيتيف ولاحظوا هون مش زي اوجاتا مش طريقه اوجاتا كل واحد منهم بتحكم فيها بكونستانت فعندي كي بي وكي اي وكي دي تغير فيهم هون مش حاطط هو في هذا مش حاطط هون الانتجرال حاطط زيرو بس ماخذ هون بروبورشنال بي دي ولا مختلف انا عن اللي حكيته نطلع هون مظبوط اي على اس معناها كانه مستخدم كي اي ودي ودي اس بس دي اس قاسمها على ان اس كانه ضايف هون بارامتر او شيء ان تيرمز بس المهم انه كانها كي بي وكي اي وكي دي فالبي هو كي بي هون اللي هو عباره عن فاليو تبعت بي طيب هلا احنا على فكره بامكاننا نفحص السيستم الان تحت اي ظرف تحت البي اي دي مظبوط حتى لو ما بينينا الفازي الان فانا راح اعمله راح احول هاي لواحد راح اعمل اوكي هلا هذا مش راح يرضى يشتغل الا اذا اعطيته وين الرولز راح ياخذها حتى لو انا مش ماخذ منه اوتبوت فانا راح اجبره ياخذ هلا رولز معينه وبعدين راح نطلع على فالرولز هلا اذا طلعت هون في عندي الاف اي اس اف اي اس اختصار لايش فازي انفرنس سيستم هذا هون راح يحتوي هذا راح يكون فايل منفصل والاكستنشن تبعته .fis كيف عندنا احنا .mdl في الماتلاب .mdl ايش هو الموديل وعندنا كمان .مثلا m اللي هي سكريبت فايل مزبوط عندي هون راح يكون في فايل .fis
انا راح اخذ تانك 2. هلا خلينا نتاكد انه تانك 2 موجود في الورك سبيس. هلا هذا ما راح يقراه من فايل، راح يقراه من ورك سبيس. اوكي، فلازم الورك سبيس هلا يكون في تانك 2. اذا ما في تانك 2 بدي اجيب له تانك 2. خلينا نشوف، نعمل هيك، خلينا نروح على الورك سبيس نتاكد انه، هل نشوف انه في ولا ما في. فيش في، في غير في تانك، فراح اضطر ان اجيب له تانك 2. حتى اجيب له تانك 2 راح اعمل امبورت، راح نشوف ندخلها بالتفصيل هذه من هون، بس انا راح افرجيكم هلا بس كيف نعملها. هاي عندي تانك 2، وراح تلاقوا تانك 2 فيها كل البارامترز كلها. ايش بتلاحظوا اول شيء في البدايه عليها؟ كم انبوت الها؟ 2 انبوت. كم اوتبوت؟ كيف شكل الاوتبوت ممبرشيب فانكشنز زي ما انتم شايفينهم هلا؟ تراينجولر. والانبوت ما اخذناه احنا الانبوت، ايش هذا؟ شكل بذكركم بايش مثلا اذا كانكم جاوسيان. تمام، جاوسيان. احنا ما اخذنا الجاوسيان لانه صعب نعملها حسابات بالايد، بس هو ما دامها كمبيوترايز امكان يعملها جاوسيان، نعملها كمبيوترايز بال. وبعدين عندنا بالنص ايش في؟ عندنا راح تكون الرول فايرنج، راح يصير في الرولز والرول فايرنج بالنص. فعندي ممبرشيب فانكشن للانبوت الاول اللي هو ايش في الحاله هاي؟ الليفل اللي هو ايش الفيربل سميناه هناك؟ اتش اوف تي. والفيربل الثاني الريت اللي هو سرعه تغير الاوتبوت بوزيتيف او نيجاتيف. وعندي الاوتبوت اللي هي الفالف اللي هي اي ايش هي هناك؟ الاربع كبسات هناك، قديش اشغل كل واحده من الاربع كبسات الموجوده هناك. هلا هذا صار موجود عندي، عملت له هلا راح اعمل له اكسبورت تو ورك سبيس. قبل ما اعمل له اكسبورت لورك سبيس لسه ما في تانك 2 في الورك سبيس. فاهمين الفكره هاي المختلفه؟ فكره انه يكون شيء موجود في فايل وشيء موجود في ورك سبيس. اخذته من فايل ودخلته على السيستم بس لسه ما طلعته للورك سبيس. فاذا تاكدنا هلا مثلا على فكره قبل ما اعمل اي شيء نتاكد انه هل في شيء في الورك سبيس. ما موجود تانك 2 في الورك سبيس بس انا قراته وحطيته بالاف اي اس اديتر. هلا من الاف اي اس اديتر راح اعمل له اكسبورت، فراح اقول اكسبورت تو ورك سبيس. هاي صار موجود في الورك سبيس. اوكي، هذا مهم جدا. قبل ما تقدر تبدا تشتغل لازم تكون مصدره للورك سبيس. الاف اي اس اديتر راح يقرا كل الفاريبلز تبعته، راح يقراها من ورك سبيس. والكنترولر اللي هون، هذا الكنترولر اللي هون لازم يكون موجود الفايل هذا تانك 2 في الورك سبيس حتى يقدر يشتغل فيه. اوكي، اذا احنا جاهزين هلا نعمل رن. انا لسه ما كتبت اي رولز اي شيء، انا الان راح اشغله على البي اي دي. كيف بعرف انه حيشتغل على البي اي دي؟ لانه انا حاطط واحد، واحد معناها السويتش راح ياخذ الان الانبوت العلوي. اذا عملنا الان رن، اوكي، راح اسكر هلا هذا بنرجع له بعدين. هلا هذا انيميشن انا ما عمري كتبته ولا بعرف كيف اكتبه، بس في امكانك انت تعمل احد الاشياء. حبيت تعمل شيء مرتب، هاي فكره حلوه. ليش فكره؟ ليش فكرتها حلوه؟ في انه هون جرافيكال، لما انت تعمل برزنتيشن جيد يكون في عندك اشياء انيميتد او جرافيكال بتفرجي الفكره بشكل اسهل. هلا انتوا ايش حاسين مباشره؟ شايفين الليفل عم بيصير فيه لما يوصل فوق؟ عم بيصير فيه اوفر شوت بدون ما تطلع على الاوسيلوسكوب، واضح انه في اوفر شوت مزبوط تطلعه. فعم بيتحرك هلا هو بين 0.5 و1.5، وحتى مبين تقريبا بالنظر انها 0.5 و1.5 مزبوط. اذا الفاليو هذا كله 2 تقريبا بين انها 0.5 و1.5. خلينا نطلع على الكومباريزن. هلا كومباريزن، الكومباريزن ما بين الديزايرد والاكتشوال، مش بين الفازي والبي اي دي لسه، لانه انا السويتش اصلا وين حاطه الان؟ انا السويتش حاطه من فوق. فاذا هذا راح يكون كومباريزن ما بين هذا ايش الفاليو، هذا هو الديزايرد مش هيك؟ هذا اللي طلبه، اللي طلبناه، وهذا اللي تحقق. اذا نتطلع هلا هون، ايش رايكم بالستيدي ستيت ايرور؟ جيد مزبوط، ما في تقريبا ستيدي ستيت ايرور، بس في عندنا اوفر شوت. وهلا بالطرق التقليديه لو احنا بدنا نتخلص منه بدنا نروح نرجع نشتغل في الدي مزبوط، نغير في الدي او شيء. على فكره الاي من وين اجى؟ من الفالف. طبيعه الفالف في اي، فما احتجنا. لاحظوا هذا البي اي دي كنترولر فيش اي فيه مزبوط. الاي بشكل غير مباشر اجى من طبيعه السيستم، طبيعه السيستم فيه انتجريتر، فهو تخلص من الستيدي ستيت ايرور هون. بس مشكلتنا الاساسيه في عندنا اوفر شوت، ويمكن في عندنا شوي مشكله في الرايز تايم مزبوط. يعني حسب قديش انت بتقرر قديش هذا الزمن من هون وقديش مشكله الرايز تايم اللي موجوده هون. اذا هذا الجزء الاول من السيستم اللي هو احنا شغلناه الان على بي اي دي كنترولر.